طبعاً عندنا الحلقة الثانية من الموضوع التقريب. قبل لا واحد يجي هاي الحلقة يجب أن يراجع الحلقة السابقة وهي تتعلق بموضوع قواعد الاشتقاق. إذا ما نعرف قواعد الاشتقاق ما نقدر نطبق موضوع التقريب. طبعاً هنا عندنا موضوع التقريب. التقريب شنو هو؟ التقريب نريد نطلع الجذر التربيعي أو الجذر التكعيبي أو الجذر الرابع أو الجذر الخامس لأي عدد يوم نطينا. فمن يريد أو إذا كان عندنا عدد ويا كسر أيضا هم ثنا نطلع له باستخدام شنو؟ باستخدام المشتقة. فعندنا خطوات فلإيجاد القيمة التقريبية لمقدار باستخدام التفاضلات، يعني باستخدام المشتقة نتبع الخطوات الآتية. أول خطوة راح نختار X أقرب عدد إلى العدد المعلوم بحيث يمكن استخراجه من الجذر بشكل مضبوط. يعني القيمة اللي راح نختارها هنا عندنا شنو العدد اللي منطينيا؟ راح نختار عدد بحيث يكون إلى جذر، أما جذر تربيعي إلى جذر تربيعي نطلعه، أو نطلع جذر تكعيبي، أو نطلع الجذر الرابع مالته، أو نطلع الجذر الخامس مالته، أو نطلع العدد الصحيح القريب على العدد اللي منطينيا إذا كان عدد ويا كسر. هاي شنو؟ هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نجد دالة مطابقة لما معطى في السؤال. شنو راح ينطيني؟ ينطيني الجذر التربيعي نوخر العدد ونخلي مكانه شنو؟ X. ينطيني تكعيبي نوخر ونخلي مكانه شنو؟ X. ينطيني جذر رابع نوخر العدد ونخلي مكانه شنو؟ نخلي مكان X. الخطوة الثالثة اللي موجودة عندنا لازم نطلع شنو؟ دلتا X. دلتا X شنو هي دلتا X؟ راح تساوي لنا دلتا X القيمة الأصلية ناقصا القيمة المفروضة. القيمة الأصلية اللي منطينيها بالسؤال اللي يريد لها قيمة شنو؟ قيمة تقريبية. والقيمة المفروضة اللي هي قيمة من؟ قيمة X. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة شو نسوي؟ نجد قيمة of X وذلك بتعويض القيمة المفروضة فيها. الدالة اللي موجودة عندنا راح نعوض قيمة X وين؟ نعوض قيمة X بها. الخطوة الخامسة نشتق الدالة. هاي الدالة اللي موجودة عندنا راح شو نسوي؟ راح نجي نشتقها. بعد ما نشتقها راح نعوض ايضا عن القيمه المفروضه وين؟ نعوض عنها في المشتق، يعني راح يكون عندي تعويضين، التعويض الاول راح يكون بالداله والتعويض الثاني راح يكون عندي وين؟ بالمشتقة. هذان التعويضين اثنيناتهم هي نفسها قيمه اكس المفروضه، قيمه من؟ قيمه اكس اللي مفروضه. الخطوه السادسه نجد دلتا واي. دلتا واي شو تساوي لنا؟ تساوي لنا او فتحه الاكس في دلتا اكس، يعني قيمه المشتقه في مشتقة شنو هنا عندنا؟ قيمة المشتقة في قيمة دلتا شنو؟ في قيمة دلتا اكس. الخطوة السابعة اللي موجودة هنا عندنا قيمة المقدار المقرب هو تساوي لنا قيمة الدالة اوف اكس زائدا شنو؟ زائدا دلتا واي. هاي اللي طلعناها بهاي الخطوة اللي موجودة عندنا. مثال واحد، جد باستخدام التفاضلات وبصورة تقريبية قيمة جذر 51. طبعا هنا القيمة التربيعية يريدها، يعني دليل الجذر ايش قد موجود هنا عندنا؟ 2. الجذر التربيعي اللي موجود عندنا فنريد نطلع الجذر التربيعي للعدد ايش قد؟ 51. احنا عندنا اعداد نعرف القيمة التربيعية مالتها، مثلا عندنا الواحد هسه من متر مربع ايش قد يصير عندنا؟ 1، معناته 1 في 1، والثنين متر مربع ايش قد يصير عندنا؟ 4، والثلاثة متر مربع 9، والأربعة متر مربع ايش قد يصير عندي؟ 16، الخمسة متر مربع ايش قد يصير عندها؟ 25، والستة من تتربع ايش قد يصير؟ يصير لنا 36، والسبعة من تتربع ايش قد يصير؟ يصير لنا 49، والثمانية من تتربع ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 64، والتسعة من تتربع ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 81، والعشرة من تتربع ايش قد يصير؟ يصير لنا ايش قد؟ يصير لنا 100، وهكذا. هاي الاعداد اللي موجودة عندنا. فهسه احنا هنا من نجي نريد نعرف العدد اللي موجود عندي الجذر التربيعي مالته ايش قد؟ 51. نجي على الخطوات. اول خطوه راح نختار عدد قريب على العدد اللي موجود عندنا، نختار اكس اقرب عدد الى العدد المعلوم بحيث يمكن استخراجه من الجذر. فنجي نشوف نقول شنو الجذر التربيعي القريب على العدد ايش قد؟ 51. فهسه لما نجي هنا نشوف هاي الاعداد اللي موجوده عندي، هسه مثلا هنا عندنا العدد 5 الجذر التربيعي 25، ال 6 من تتربع ايش قد يصير؟ 36، ال 7 من تتربع ايش قد يصير؟ 49، ال 8 من تتربع ايش قد يصير؟ 64. فهسه لو نجي نلاحظ نشوف ذن العددين اللي موجودات، ها
هذا العدد 7 ايش قد من يتربى يصير لنا 49 و80 64 اذا دني العددين بس ياهو الاقرب الى العدد 51 اذا هو هذا العدد اللي موجود عندي هنا ليش لان هسه هنا السبعة ايش قد من تتربع ايش قد 49 فاقرب عدد على 51 هو يمثل العدد ايش قد العدد 49 فهسه احنا هنا راح نختار العدد قيمه اكس نفرضه نقول هنا نفرض قيمه اكس نفرض انه الاكس يساوي لنا ايش قد يساوي لنا 49 هسه نجي الخطوه الثانيه نختار شنو نختار داله شنو داله اللي منطيناها هنا الخطوه الثانيه نجد داله مطابقه لما معطاه في السؤال الداله هذا نوخر العدد ونخلي مكانه شنو نخلي مكانها اكس اذا هسه هنا نقول اوف للاكس تساوي لنا طبعا واي او اوف للاكس نفس الشيء لان الداله يرمز لها بالرمز واي او بالرمز اوف للاكس نوخر هذا العدد اللي موجود ونخلي مكانها شنو نخلي مكانها اكس هسه فرضنا انه قيمه اكس ايش قد يساوي لنا تساوي لنا 49 الداله اللي موجوده عندنا اوف للاكس تساوي لنا جذر شنو عندنا جذر الاكس طبعا الجذر التربيعي علما الجذر التربيعي للاكس هسه نيجي على اليمين على الخطوه اللي بعدها اللي هي الخطوه الثالثه دلتا اكس شلون نطلع دلتا اكس فهسه هنا نقول دلتا اكس تساوي لنا القيمه الاصليه القيمه الاصليه ناقصا القيمه شنو ما عندي القيمه المفروضه اذا القيمه الاصليه ناقصا القيمه المفروضه فنقول هسه هنا دلتا اكس تساوي لنا القيمه الاصليه اللي موجوده عندي داخل الجذر ايش قد القيمه مالتها القيمه مالتها 51 ناقصا القيمه اللي فرضناها الاكس ايش قد قيمتها قيمتها 49 فهسه هنا 51 ناقصا 49 ايش قد الناتج مالتهم يساوي لنا ايش قد يساوي لنا 2 الخطوة اللي بعدها راح نطلع قيمة شنو هنا عندنا قيمة الدالة اللي موجودة عندي يعني الدالة اللي موجودة هذه هنا راح أشيل قيمة X وعوضها وين أعوضها بالدالة القيمة المفروضة أعوضها وين بالدالة فنقول أوف للX هاي الدالة اللي موجودة عندي جذر الX الدالة راح أوخر هاي الX أشيلها وأخلي مكانها قيمة X إيش قد قيمة X قيمة X 49 هسه الجذر التربيعي اللي هي السبعة أو 40 نقدر نطلع ايش قد القيمة مالته؟ القيمة مالته ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا 7، هسه طلعت لنا قيمة من؟ طلعت لنا قيمة الدالة. الخطوة اللي بعدها اللي هي الخطوة شنو عندنا؟ الخامسة، نجد شنو عندنا؟ نجد المشتقة، وين المشتقة؟ هاي الدالة اللي موجودة اوف للاكس تساوي لنا جذر شنو؟ جذر الاكس، نجي نشتق هاي الدالة اللي موجودة عندنا هنا، قلنا هاي الدالة التربيعية نقدر نشتقها مباشرة أو نجي نتخلص منين نتخلص من الجذر شلون نتخلص من الجذر نقسم أس العدد على اليمن على دليل الجذر وننزل الأس أو قلنا بالطريقة البسيطة يعني راح شو تصير هسه هنا عندنا نقول أو فتحة للإكس تساوي لنا المشتقة مالتها قلنا مشتقة الدالة التربيعية شلون نشتقها نخلي خط كسر مشتقة داخل الجذر وين تصير لنا تصير لنا بالباسط ومن هنا نكتب 2 ونكتب نفس الداله اللي موجوده عندنا. اذا من عندي داله شنو عندي؟ من عندي داله تربيعيه، شلون المشتقه مالتها راح تصير؟ بالباسط مشتقه داخل الجذر. 2 اللي هو يمثل لي شنو؟ دليل الجذر ونكتب نفس الداله اللي موجوده عندنا موجوده عندنا. طبعا هسه نجي شو نسوي هنا؟ نقول نعوض عن قيمه هنا شنو؟ عن قيمه اكس في المشتقه، اذا نعوض عن قيمه اكس وين؟ بالمشتقة مثل ما هنا ايضا هنا قلنا نعوض عن من؟ نعوض عن قيمة هنا شنو عندي؟ عن قيمة اكس في الدالة، إذا عندي تعويضين، التعويض الأول أعوضه بالدالة، والتعويض الثاني وين أجي أعوضه؟ أعوضه بالمشتقة، فهسه هنا راح شو يصير عندنا؟ نقول وتساوي لنا راح نشيل هاي اكس وش قد نخلي مكانه؟ نخلي مكانه 49، إذا يصير لي 1 2 جذر ايش قد؟ جذر 49، جذر ال 49 جذر ال 49 القيمة مالته ايش قد تصير؟ 7 ويساوي لنا 1 هنا عندنا 2 في ايش قد؟ في 7 وتساوي لنا 1 على 2 في 7 ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا ايش قد؟ 14 هسه نجي نطلع قيمة من؟ نطلع قيمة هذا المقدار، شلون نطلع قيمة هذا المقدار؟ طبعا عندنا تقسيم هنا فهسه هنا نقول عندنا 1 تقسيم ايش قد؟ تقسيم 14 واحد كم 14 ما بيها نضيف صفر وتصعد لنا شنو تصعد لنا شنو فارزه
هسه 10 كم 14 ما بيها نضيف صفر وايضا شو نصعد نصعد صفر هسه هنا عندنا 100 كم 14 100 كم 14 بيها ايش قد بيها 7 7 في 4 ايش قد يصير عندنا 28 8 باليد 2 7 في 1 7 و2 ايش قد يصير عندنا 9 هسه عندنا 100 ناقصا 98 والفرق بيناتهم ايش قد الفرق بيناتهم 2 احنا هنا اقل شيء نطلع لنا ايش قد 3 مراتب ايضا شو نسوي هنا نضيف صفر فنقول هسه هنا عندنا 20 كم 14 بها ايش قد بها 1 1 في 14 14 والفرق بيناتهم ايش قد الفرق بيناتهم 6 طبعا ماكو داعي بعد نكمل هنا اذا هسه هنا الناتج مالت ايش قد راح يصير يساوي لنا 71 بالالف اذا الناتج مال المشتقه طلع لنا 71 شنو 71 بالالف الخطوه اللي بعدها نطلع قيمه شنو نطلع قيمه دلتا واي هسه هنا نجي نطلع قيمه ما نطلع قيمه دلتا واي دلتا واي تساوي لنا شو يساوي لنا يساوي لنا قيمه المشتقه في دلتا اكس قيمه المشتقه او فتحه للاكس او فتحه للاكس في دلتا اكس طبعا احنا قيمه المشتقه وينها هاي طلعت لنا 71 بالالف والدلتا اكس ايش قد القيمه مالتها القيمه مالتها 2 اذا وتساوي لنا القيمه مالتها 71 بالالف 71 بالالف في ايش قد في العدد الدلتا اكس يساوي لنا ايش قد تساوي لنا 2 عندنا ضرب هنا راح نضرب الاثنين تنضرب بالعدد الاول وبالعدد الثاني 2 في 1 ايش قد راح يصير عندنا هنا 2 و2 في 7 ايش قد يصير 14 4 باليد 1 2 في 0 0 والواحد ينزل نفسه كم مرتبة عندنا 1 2 3 فارزة وهاي صفر اللي موجودة عندنا هنا اذا الناتج مالت ايش قد طلع لهنا 142 شنو 42 بالالف هسه الخطوة الاخيرة قيمة المقدار المقرب هاي هنا عندنا قيمة المقدار المقرب شو تساوي لنا قيمة المقدار المقرب؟ قيمة اوف اكس يعني قيمة الدالة زائد دلتا واي وتساوي قيمة اوف اكس احنا مطلعينها قيمة الدالة شنو القيمة مالتها ايش قد موجودة هنا عندنا؟ القيمة مالتها ايش قد هنا عندي 7 زائد دلتا واي الدلتا واي وينها؟ هاي القيمة مالتها اللي طلعت لنا هنا فارزة 142 فهسه لما نجي نجمع شلون راح نجمع؟ العدد الصحيح ويا من ينجمع ويا العدد الصحيح والكسر العشري ينزل نفسه هنا فهسه راح يصير لي 7 عدد صحيح وفارزه 142 المثال الثاني جذر باستخدام التفاضلات وبصوره تقريبيه قيمه الجذر التكعيبي للعدد 26 طبعا ذاك المثال اخذنا الجذر التربيعي هسه عندنا الجذر شنو؟ الجذر التكعيبي للعدد ايش قد 26 طبعا هسه واحد ذوري يجي راسا هنا يقول انه نشوف الجذر التكعيبي للعدد 26 اقرب عدد الى جذر تكعيبي هو ايش قد العدد اللي موجود العدد 27 فال 27 الجذر التكعيبي مالته ايش قد راح يطلع لنا يطلع لنا 3 واذا ال 26 هي راح تصير اقل ايش قد اقل من 3 احنا لازم نعرف انه الاعداد اللي موجوده عندي الواحد من يتكعب 1 2 من تتكعب يعني 2 في 2 في 2 ايش قد راح يصير لنا؟ يصير لنا 8 الثلاثة من تتكعب معناتها 3 في 3 في 3 ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 27 الأربعة من تتكعب معناتها 4 في 4 في 4 وتساوي لنا ايش قد؟ تساوي لنا 64 الخمسة من تتكعب أيضا راح يصير عندي 5 في 5 في 5 وتطلع لنا ايش قد؟ 125 فهسه احنا هنا لما نجي نريد نختار عدد قريب على العدد اللي موجود عندي هنا العدد اللي اضربه بنفس ايش قد ثلاث مرات اذا هو العدد 26 اللي قريب عليه يا هو العدد اللي موجود هنا عندي العدد ايش قد العدد 27 اذا هسه هنا شو نقول الخطوه الاولى قلنا نختار اكس اقرب عدد الى العدد المنطينيان شنو اللي منطينيان بالسؤال فهنا نقول نفرض انه الاكس ايش قد يساوي لنا الاكس تساوي لنا ايش قد 27 ليش على مود هذا العدد اقدر استخرج الجذر التكعيبي مالته بصوره صحيحه او بصوره مضبوطه وهو العدد ايش قد؟ وهو العدد 3. زين الخطوه الثانيه بعدها راح نكون داله او نطلب داله موجوده هنا عندنا. شنو هي الداله؟ الداله اوف للاكس تساوي لنا. راح نشيل هذا العدد اللي موجود داخل الجذر ونخلي مكانه شنو؟ نخلي مكانه اكس. اذا نقول جذر التكعيبي موجود هنا عندي اوخر العدد واخلي مكانها شنو؟ اخلي مكانها اكس.
الخطوة الثالثة اللي موجودة عندنا هنا راح نطلع قيمة شنو دلتا اكس. إذن الخطوة الأولى نفرض العدد القريب على اليمن على العدد اللي موجود عندي هنا، الخطوة الثانية نكون الدالة، الخطوة الثالثة نطلع دلتا اكس. دلتا اكس هي القيمة الأصلية، وينها القيمة الأصلية اللي منطين اياها وين؟ اللي يريد لها القيمة التقريبية ناقصا القيمة شنو هنا عندي؟ القيمة المفروضة، القيمة المفروضة، وينها القيمة المفروضة؟ هاي القيمة المفروضة. فهسه هنا شو نقول؟ نقول دلتا اكس تساوي لنا 26 ناقصا ايش قد؟ 27، وين يساوي؟ طبعا 26 اشارتها بالموجب، هاي اشارتها بالسالب، اذا الفرق بيناتهم واحد، واشارة من؟ اشارة شنو؟ اشارة الكبير، اذا يصير عندنا سالب ايش قد؟ سالب واحد. الخطوة اللي بعدها راح نجد قيمة الدالة، وين الدالة اللي موجودة عندي؟ هاي الدالة. اذا نقول الدالة اوف للاكس شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الجذر التكعيبي المن للاكس، هاي الدالة اللي موجودة عندنا هنا. راح نعوض مكان هاي اكس قيمة من؟ القيمة المفروضة. اذا راح اشيل كل اكس واخلي بمكانها ايش قد؟ اخلي بمكانها 27. اذا هذا التعويض الاول، نقول نعوض عن قيمة شنو عندي اكس، وين اعوض عنها؟ في الدالة. اذا التعويض الاول اعوض عنها وين؟ بالدالة. هسه نجي نطلع الجذر التكعيبي للعدد ايش قد؟ 27. فالجذر التكعيبي للعدد 27 قلنا هو ايش قد؟ العدد ايش قد؟ العدد 3. الخطوة اللي بعدها راح شو نسوي هنا؟ نجد المشتقة. وين المشتقة؟ هاي المشتقة اللي موجودة عندنا مال الدالة. فهسه نقول الدالة اوف للاكس تساوي لنا، شو يساوي لنا؟ تساوي لنا الجذر التكعيبي للمتغير شنو؟ للمتغير اكس. طبعا هذا نقدر اول خطوة نتخلص منين؟ مثل ما تعلمنا بالحلقة السابقة، قلنا راح شو نسوي؟ هسه من نريد نشتق هذا نتخلص منين؟ من الجذر. شلون نتخلص من الجذر؟ نقسم اس المتغير على دليل الجذر. ايش قد اس المتغير؟ واحد. ايش قد دليل الجذر؟ ثلاثة. فراح يصير لي اكس تساوي لي واحد على ايش قد؟ واحد على ثلاثة، وينزل الاس قدام العدد وينقص لنا ايش قد؟ ينقص لنا واحد. قلنا هاي شوية خاف الطالب ما يعرفها، اكو طريقة ابسط من عندها. الطريقة شلون قلنا؟ قلنا من نريد نشتق هاي الدالة راسا نقول او فتح على الاكس تساوي لنا، قلنا نخلي شنو؟ نخلي خط كسر. هاي قلنا هاي الطريقة تنطبق بس على الاكس، بس على الاكس مرفوع على القوة ايش قد؟ للقوة واحد. ودليل الجذر اما يكون تربيعي او يكون عندي العفو يكون تكعيبي او يكون رابع او يكون خامس وهكذا. فهسه هنا بالباص راح نخلي شنو؟ نخلي مشتقة الاكس. ايش قد مشتقة الاكس؟ مشتقة الاكس واحد. نخلي دليل الجذر. ايش قد دليل الجذر؟ دليل الجذر ثلاثة. نكتب الدالة مثل ما هي وننقص من الأس واحد، هنا ايش قد؟ ثلاثة، ينقص له واحد ايش قد يصير؟ إذا الأس المتغير راح شو يصير عندنا؟ يصير عندنا تربيع، وطبعا دليل الجذر شنو؟ مثل ما هي، أعيدها، شلون المشتقة مالتها؟ هذه إذا كان عندي إكس مرفوع للقوة ايش قد؟ للقوة ثلاثة. هنا عندنا بالباص مشتقة الإكس أخليها، ايش قد مشتقة الإكس؟ مشتقة الإكس واحد. هنا بالمقام الدليل الجذر ايش قد موجود؟ ثلاثة اكتبه ثلاثة، أربعة اكتبه أربعة مثل ما تعلمنا سابقا. هسه هنا دليل الجذر ايش قد؟ ثلاثة. نكتب الدالة نفسها هنا عندي، بس اس المتغير راح ينقص لي واحد عن دليل شنو؟ عن دليل الجذر. فالدليل الجذر ثلاثة، اذا هنا الاكس ايش قد راح يصير؟ الاس مالته، الاس مالته اثنين. هسه حصلت على المشتقة. وش نسوي هنا؟ نجي نعوض. نعوض عن من؟ نعوض عن قيمة هنا شنو عندي؟ عن قيمة x في المشتقة. اذا هذا التعويض الثاني. التعويض الاول عوضتها بالدالة، التعويض الثاني وين اجي اعوضها؟ اعوضها بالمشتقة. هسه هنا من اجي اوخر كل x واخلي مكانها ايش قد؟ نقول وتساوي خط كسر واحد ثلاثة، الجذر التكعيبي للعدد ايش قد؟ العدد ثلاثة. راح اشيل هاي x واخلي مكانها ايش قد؟ 27، وال 27 مرفوع للقوة ايش قد؟ للقوة 2. هسه هنا واحد من يجي يريد يطلع الناتج مالتهم، مو يقول 47 تربيع، لان 47 متتربع راح يصير عندك عدد كبير، ومن تريد تطلع له الجذر التكعيبي يصير صعب عليه. العكس شو تسوي؟ نقول هاي ال 27، شوف هاي ال 27 شنو دليل الجذر مالته هنا؟ باوع ال 27، دليل الجذر ايش قد؟ 3. اذا ال 27 الجذر التكعيبي مالته ايش قد؟ 3. اذا اخلي بمكان ال 27 القيمه مالته ايش قد تصير هنا عندنا؟ 3. واحد بالباص ثلاثة نفسها تنزل هاي قدام الجذر، وهذا 27 جذرها التكعيبي ايش قد؟
الجذر التكعبي مالته 3 ومرفوع للقوه ايش قد؟ مرفوع للقوه 2. اذا ال 27 باوع هاي ناخذتك اياها بدائره، ال 27 الجذر التكعيبي مالته ايش قد؟ القيمه مالته 3 ومرفوع للقوه ايش قد؟ مرفوع للقوه 2. هسه صارت عندنا واضحه هنا عندنا 3 من تتربع معناته 3 في 3 و3 في 3 ايش قد يصير عندنا؟ 9. 9 في 3 ايش قد يصير؟ 27 فتصير لي 1 على ايش قد؟ على 27. هسه نجي نطلع شنو؟ نطلع الناتج مال هذا المقدار اللي موجود عندي. شلون نطلع قيمة هذا الناتج؟ طبعا قسمه، فهسه انا نقول 1 تقسيم 27. 1 كم 27؟ ما بها. نضيف 0 ونصعد فاز. 10 كم 27؟ ما بها. ايضا نضيف 0 ونصعد شنو؟ نصعد 0. هسه ال 100 كم 27؟ ال 100 كم 27؟ بها 3. 3 في 7 ايش قد يصير لنا؟ 21. 1 باليد ايش قد؟ 1 باليد 2. و3 في 2 ايش قد يصير لنا عندنا؟ 3 في 2 6 و2 الناتج مالتهم ايش قد يصير؟ 8. عندنا 100 ناقصا 81 الفرق بيناتهم ايش قد؟ الفرق بيناتهم 19. 19 احنا قلنا كم مرتبه؟ 3 مراتب. فهسه هنا نضيف 0 ف190 بها كم 27؟ بها ايش قد؟ بها 7. 7 في 7 49. 9 باليد ايش قد؟ هنا راح يصير عندي 9 باليد 4. 7 في 2 ايش قد؟ 14. 14 و4 ايش قد يصير؟ يصير عندنا ايش قد؟ 18. ال 190 ناقصا 189 الفرق ايش قد بيناتهم؟ 1. انا حصلت ايش قد؟ 3 مراتب. اذا الناتج مال هذا المقدار ايش قد راح يطلع هنا عندنا؟ فارز 0 3 7. اذا 37 شنو؟ 37 بالالف. هسه طلعنا قيمه من؟ طلعنا قيمه المشتقه. نجي على الخطوه اللي بعدها. قيمه الخطوه اللي هي الخطوه السادسه نجد شنو؟ دلتا واي. قلنا الدلتا واي شو يساوي لنا؟ الدلتا واي هي قيمه المشتقه. اذا او فتحه للاكس في دلتا اكس. وينها؟ هذه قيمه المشتقه في دلتا اكس. دلتا اكس ايش قد طلعت لنا؟ سالب 1. نقول وتساوي لنا قيمه المشتقه 0 0 ايش قد هنا عندي موجود؟ 37 في سالب 1. طبعا الواحد نضرب في اي كميه شنو؟ نفس الكميه، هاي الاشاره مالته شنو؟ بالموجب، وهاي سالب، فموجب في السالب شو يصير هنا عندنا؟ يصير عندنا سالب، فالناتج راح يطلع لنا سالب 0 0 3 ايش قد هنا عندي؟ 7. اذا 37 شنو؟ بالالف. الخطوة الأخيرة قيمة المقدار المقرب. هاي عندنا هنا قيمة المقدار المقرب. شو تساوي لنا قيمة المقدار المقرب؟ قلنا تساوي لنا اوف للاكس، يعني قيمة الدالة اوف للاكس زائدا شنو؟ زائدا دلتا واي. اوف للاكس احنا مطلعين القيمة مالتها، قلنا ايش قد القيمة مالتها؟ هنا عندنا 3 3 زائدا دلتا واي. وين الدلتا واي؟ هاي اللي فوقها اللي موجوده عندي. شنو هنا عندي القيمه مالته؟ ناقصا 0 3 شنو؟ 3 7. 37 شنو؟ 37 بالالف. هسه اذا اريد نطلع الناتج هنا اللي موجود عندي 3 زائد سالب 37 شنو؟ 37 بالالف. طبعا موجب في السالب شو يصير هنا عندنا؟ يصير عندنا سالب. فاللي ما يعرف يطلع الناتج مالته نقول 3 هذا عدد صحيح موجود عندنا هنا، وانا عندي الموجود هذا الكسر فارزه 37 شنو عندنا؟ 37 بالالف. اول خطوه نجي نساوي المراتب، شو نخلي؟ نخلي هنا فارزه، كم مرتبه عندي موجوده؟ 3، فهسه هذا راح يصير 0 0، ايش قد هنا موجود عندنا؟ 0. راح واحد ناخذ منه من الاعداد الصحيحه، العدد الاول ايش قد راح يصير هنا عندنا؟ راح يصير عندي 10، 10 ناخذ واحد هنا، طبعا هنا راح يصير عندي 9. وايضا هنا ايش قد يصير عندنا؟ 9. وهنا ايش قد يصير عندنا؟ العدد 10. هسه نجي هنا نقول 10 تروح منها 7 ايش قد؟ يساوي لنا 3. و9 تروح منها 3 ايش قد يبقى لنا؟ يبقى لنا 6. و9 ناقصا 0 ايش قد العدد موجود عندنا؟ 9. هاي قلنا هنا ايش قد بقى العدد؟ بقى العدد 2. ف2 ناقصا 0 ايش قد هنا راح يصير عندنا؟ يصير عندنا 2. اذا هسه قيمه هذا المقدار اللي موجود عندي راح يصير عندي 2 عدد صحيح فارزه 963. اذا القيمه التقريبيه لمن؟ للجذر التكعيبي. ايش قد هنا عندي؟ الجذر التكعيبي
لل 26 هي 2 عدد صحيح 2 عدد صحيح و 963. هاي نقول هنا القيمة شنو هنا عندي؟ القيمة التقريبية. اما القيمة التقريبية للجذر 6 او 20 الجذر التكعيبي مالته. المثال الثالث، جد باستخدام التفاضلات وبصورة تقريبية الجذر الرابع للعدد اشقد؟ للعدد 17. هسه اخذنا للجذر التربيعي واخذنا للجذر التكعيبي، هسه عندنا للجذر شنو؟ للجذر الرابع. الجذر الرابع الموجود عندي العدد يعني ينضرب بنفسه كم مرة؟ 4 مرات. فهسه عندنا العدد الاول الواحد، هذا الواحد هنا موجود عندنا، الجذر الرابع مالته اشقد؟ 1. وهنا عندنا 2 من تنضرب بنفسه 2 في 2 في 2 4 مرات، راح اشقد يصير عندنا العدد؟ العدد 16. نجي وراها العدد موجود عندنا 3 في 3 في 3 في 3 4 مرات، ف3 ايش قد راح يصير هنا عندنا؟ يصير عندنا العدد ايش قد؟ العدد 81. فهسه احنا لما نجي هنا نشوف هذا العدد المنطيني اياه، احنا اول قيمه قلنا او اول خطوه نفرض اكس. اذا هالخطوه الاولى هنا شو نقول؟ نقول نفرض اكس يساوي العدد القريب على العدد 17 اللي له جذر رابع. فهسه هنا لما نجي ل 17 نشوف نبدا الاعداد، يا القريب عليه اللي له جذر رابع هو العدد ايش قد؟ العدد 16. ف 16 هي 2 في 2 في 2 في 2 والناتج مالتهم ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 16. اذا العدد اللي راح نختاره هنا ايش قد نخليه؟ القيمه المفروضه للاكس هي ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 16. الخطوه الثانيه راح نطلع شنو هو؟ داله. فالداله اوف للاكس تساوي لنا شو يساوي لنا؟ قلنا نفس الداله اللي موجوده عندنا، نوخر العدد ونخلي بمكانه شنو؟ نخلي بمكانه اكس. اذا هسه هذا الجذر الرابع، هذا نوخر العدد ونخلي بمكانه شنو؟ نخلي بمكانها اكس. اذا الخطوه الاولى نفرض اكس يساوي لنا ايش قد؟ 16. الخطوه الثانيه داله اوف للاكس، نوخر العدد ونخلي بمكانه شنو؟ نخلي بمكانها اكس. الخطوه الثالثه اللي هي دلتا اكس، قلنا شو يساوي لنا؟ القيمه المفروضه، القيمه الاصليه هنا عندنا، القيمة الأصلية ناقصا القيمة يا هي القيمة المفروضة. وين القيمة الأصلية؟ القيمة الأصلية اللي موجودة عندي داخل الجذر، والقيمة المفروضة هاي اللي موجودة عندنا هنا. فراح شو يصير؟ تساوي لنا 17 ناقصا ايش قد؟ 16. والفرق بيناتهم ايش قد؟ الفرق بيناتهم 1. الخطوة الرابعة اللي موجودة هنا عندنا، نعوض القيمة المفروضة اللي هي قيمة اكس اللي 16، وين نجي نعوضها؟ نعوضها بالدالة. وين هالداله؟ هاي الداله. نقول الداله اوف للاكس تساوي لنا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الجذر الرابع للاكس. اذا راح اشيل هاي الاكس واخلي بمكانها قيمتها، ايش قد القيمه مالتها؟ القيمه مالتها 16، بحيث يطلع لي شنو؟ يطلع لي عدد صحيح. فهسه نقول الجذر الرابع لل 16 هو ايش قد راح يصير عندنا؟ يصير عندنا 2، لان 16 هي من اجي احللها 2 في 2 في 2 في 2 والقيمه مالتها الجذر الرابع مالتها ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 2. اذا هسه انا هذا التعويض الاول، نقول نعوض عن قيمه شنو ما عندي؟ عن قيمه اكس. وين اعوض عنها؟ اعوض عنها في الدال. هذا التعويض الاول وطلعت لي قيمه اكس. الخطوه اللي بعدها اللي موجوده، وينها الداله اللي موجوده عندي؟ هاي الداله. اجي شو اسوي لها؟ اشتقها. اذا نقول هنا عندي الداله اوف للاكس هي الجذر الرابع للمتغير شنو؟ للمتغير اكس. قلنا هاي شلون نجي نشتقها هنا؟ راسا نقول اوف فتحه للاكس تساوي لنا. طبعا انا اقدر ما اكتبها هنا راسا لان الداله هي موجوده عندي هنا. فراسا اجي اكتب هنا شو اقول؟ اقول الداله راسا المشتقه مالتها اطلعها، فنقول اوف فتحه للاكس تساوي لنا. قلنا من عندي جذر اكس موجود ومرفوع الى قوة، يعني مرفوع للقوة تربيع، للقوة تكعيب، للقوة. هذا قلنا اكو طريقة بسيطة عليها، او اقدر لا اول مرة اتخلص منين؟ اتخلص من اس المتغير. قد اس المتغير؟ 1. عليه من اقسمه على دليل الجذر، يعني يصير 1/4. فالطريقة البسيطة قلنا نخلي خط كسر، نجي للبسط، ايش قد مشتقة الاكس اللي موجودة عندي؟ اخليها بالبسط، المشتقة مالتها ايش قد؟ 1. دليل الجذر ايش قد؟ دليل الجذر 4. نكتب الجذر مثل ما هو، وهو دليل الجذر ايش قد؟ الرابع. وهنا الاكس، بس هنا عندي الاكس، تنقص لي 1 عن دليل الجذر. ايش قد دليل الجذر موجود عندي هنا؟ 4. اذا الدليل الاكس ايش قد راح تصير الاس مالتها؟ 3. اللي ما يعرف شلون اشتقها، اقول هذه اللي موجوده عندي اذا كانت اكس مرفوعه للقوه 4.
بالباص اخلي مشتقه الاكس. شنو هي مشتقه الاكس؟ مشتقه الاكس واحد. وهنا راح يصير عندي بالمقام دليل الجذر قد موجود 4. اكتب الداله نفسها اللي موجوده عندي الجذر الرابع للاكس، بس الاس مال المتغير راح ينقص لي واحد عن دليل الجذر. ايش قد دليل الجذر؟ 4. ايش قد يصير منه 3؟ باللي قبله كان دليل الجذر 3، ايش قد صار الاس مالته 2؟ بينما هنا دليل الجذر 4، ايش قد الاس مالته يصير؟ يصير منه ايش قد يصير منه 3. هسه شو نقول هنا؟ نقول نعوض عن قيمة شنو؟ نعوض عن قيمة x في المشتقة. إذا هسه نجي نعوض عن من؟ نعوض عن قيمة x بالمشتقة. شو يصير هسه هنا عندنا؟ نقول أو فتحة لل x تساوي لنا، راح أشيل كل x وأخلي بمكانه ايش قد؟ 16. بالباص موجود عندنا واحد، هنا عندي العدد 4، أو نكتب الجذر، دليل الجذر ايش قد؟ 4. راح اشيل هذه الاكس واخلي بمكانها قيمه اكس المفروضه، ايش قد قيمه اكس المفروضه؟ 16، فهنا نخلي بمكانها 16 ومرفوع للقوه ايش قد؟ مرفوع للقوه 3. هسه هنا واحد من يريد يجي يطلع القيمه مالته يقول 16 مرفوع للقوه 3 معناته 16 في 16 في 16، هاي صعبه على الطالب، فاحنا قلنا شو نسوي؟ هاي 16 اللي موجوده نطلع شنو؟ الجذر الرابع مالته. ال 16 الجذر الرابع مالته ايش قد؟ الجذر الرابع مالته 2، هاي القيمة اللي موجودة عندنا. فهسه راح اشيل هذا المقدار واخلي بمكانه 2 مرفوع للقوة ايش قد؟ 3. إذا راح شو يصير هسه؟ باوع هاي 16 اشرت لك اياها هنا بالقوس، 16 الجذر الرابع مالته ايش قد الجذر الرابع مالته؟ الجذر الرابع مالته ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 2. إذا شو تصير هنا؟ وتساوي لنا بالباص واحد، هاي الأربعة تنكتب نفسها هنا، وهنا راح يصير عندنا قلنا 16 جذرها ايش قد؟ الرابع 2 مرفوع للقوة ايش قد؟ للقوة 3 او تساوي. هسه هاي صارت عندي بسيطة، هنا شنو معناتها؟ معناتها اللي موجودة عندي 2 ثلاث مرات في نفسها 2 في 2 في 2 الناتج مالتهم ايش قد يصير عندنا؟ 8، و8 تنضرب بالأربعة يعني راح يصير عندي هاي خطوة زايدة، إذا 4 في ايش قد؟ في 8، وأنا عندنا بالباص 1، هاي 8 هي 2 في 2، 4 في 2 ايش قد؟ 8. والناتج مالتهم ايش قد راح يصير عندي؟ 1 على 32. هسه نجي نطلع شنو؟ نجي نطلع ناتج هذا المقدار، شلون نطلع ناتج هذا المقدار؟ نقول هنا عندنا 1 تقسيم 32. الواحد كم 32؟ ما بها، نضيف صفر ونصعد شنو؟ فازة. العشرة كم 32؟ ما بها، نضيف صفر ونصعد صفر. هسه هنا ال 100 كم 32؟ بها ايش قد؟ بها 3. 3 في 2 ايش قد يصير عندنا؟ 6، و3 في 3 ايش قد يصير عندنا؟ 9، ف100 ناقصا 96 الفرق بيناتهم ايش قد؟ 4. نضيف صفر ال40 كم 32؟ بها 1. شوف هسه كم مرتبه صارت عندي؟ 3 مراتب، حتى لو ما اضرب الناتج 1 في 32 32 والفرق بيناتهم ايش قد؟ الفرق بيناتهم 8. المهم كم مرتبه صارت عندي؟ صار عندي 3 مراتب، اذا وتساوي منه صفر على الصحيح ويصير لي 0 3 1، اذا 31 شنو؟ 31 بالالف. الخطوه اللي بعدها قلنا نطلع قيمه من الخطوه الخامسه نطلع قيمه دلتا واي. شو نطلع؟ او الخطوه السادسه قيمه دلتا واي. الدلتا واي قلنا شو تساوي لنا؟ تساوي لنا قيمه المشتقه او فتحه للاكس في دلتا اكس. وينها؟ هاي القيمة، إذا هذا المقدار، شوف هذا المقدار اللي موجود عندي في دلتا اكس، وين الدلتا اكس؟ هاي الدلتا، إذا هذا المقدار في هذا المقدار، ذولا شنو؟ ذولا بيناتهم علامة شنو؟ علامة ضرب، وتساوي لنا الناتج اللي طلعناه هنا ايش قد يصير عندي؟ 31 بالألف في ايش قد؟ في 1، وواحد في أي كمية هو شنو؟ هو نفس الكمية، إذا يصير هنا عندي صفر، واحد في كمية نفس الكمية، صفر ثلاثة واحد 31 بألف. هسه عندنا الخطوة الأخيرة قيمة المقدار، قيمة المقدار المقرب. شو تساوي لنا قيمة المقدار المقرب؟ قيمة الدالة أوف إكس، القيمة اللي طلعناها وين القيمة مالتها؟ 2 زائدا شنو؟ زائدا دلتا واي. إذا تساوي لنا أوف للإكس زائدا دلتا واي، وتساوي أوف للإكس قيمة الدالة إيش قد طلعت لي؟ طلعت لنا 2. هاي عندنا 2 زائدا هنا شنو عندي موجود؟ صفر عدد صحيح، صفر 3 ايش قد؟ 31 بالالف. فهسه بنريد نجي نجمعهم هنا، نجمع العدد الصحيح ويا من؟ ويا العدد الصحيح والكسر نفس ينزل لنا، فهسه هذا العدد راح ينجمع ويا من؟ 2 زائدا صفر
اذا الناتج مالتهم ايش قد يطلع لنا؟ يطلع لنا 2 عدد صحيح وتساوي لنا 2 عدد صحيح و 0 3 1. اذا قيمه المقدار المقرر هو 2 عدد صحيح و 31 بالعدد.